منتابع مشاهدينا مع فقرة هلأ وقتها، ومعي دكتور علي مرعي أخصائي بطب وتجميل الأسنان. صباح الخير دكتور علي. صباح الخير كيفك؟ مشاهدينك الحمد لله ماشي الحال. اليوم أنت معنا لنحكي عن موضوع كتير مهم بهم السيدات والرجال، واللي هو طبعا طب الأسنان والتجميل وآخر التقنيات اللي عم تعتمدها اليوم بالكلينيك عندك. خبرنا أول شيء قديه هيدا يعني الأسنان مهمين بالنسبة للرجل وللمرأة، وشو المعايير؟ هل هن هي نفسها عند السيدة وعند الرجل، أو في أوقات اختلاف بيناتهم؟ أول شيء كل العالم إذا بيكون عندها ضحكة حلوة. بالنسبة للمرأة جمال الأسنان هلأ من أحد أهم معايير التجميل. حتى كمان بالنسبة للرجال، الرجال والمرأة نفس المعايير. بالنسبة لنا نحن هلأ يعني صرنا عم نشوف دكتور علي اخر فتره كثير العالم عم تهتم بالاسنان اكثر، يعني كتير. قبل كانت مهمله شوي، كنا انه الروتين العادي نعمله، اليوم صار كلنا بدنا هيدي الضحكه. هلا كل الناس صار بدها اسنان بيضاء، لهيك نحن عم نستخدم هلا تقنيات منا مكلفه، خاصه بظل الازمه بلبنان. هلا مش كل العالم قادر تدفع مبالغ صحيح مبالغ كبيره على تجميل اسنانها، فبلشنا نستعمل تقنيه اسمها كومبوزيت فينير. اوكي. الكومبوست فينير هو عبارة عن فينيرز نحن بنعملها بقلب الكلينيك، منا مكلفة، بدون برد أسنان، كل العالم فيها تعمل منها. اوكي، اللي هو التركيب اللي بيصير قوام على الاسنان الطبيعيه تبعنا، على الاسنان الطبيعيه. اوكي، بيتركب. حضرتك بتنقي الشيب، يعني هون كان بدي اسالك موضوع قد ايه بتتدخل هون، يعني رح لفن الدكتور. ايه يعني هذه صارت فن، لانه نحن عم نشتغلها بيتم المريض دغري. أوكي. فيها مسؤوليه اكثر لنطلع شيء حلو، لانه عم نركب نحن دغري سنسم بقلب المريض، قلب تم المريض. طيب في كثير هلا مشاهدين بالبيت عم يسالوا كيف بتصير البروسيدور؟ بتجي لعندك السيده او الرجل اليوم هلا بلبنان كله بيجي لعندك بدي اسنان بيضاء، ما هي عم لك اياها، يمكن بكون معهم صوره، بتقبل او لا؟ بتقول لهم انت بتشوف المره، بتشوف كيف شكلها. هلا بالنسبه للصوره ما في اسنان بيطلعوا مثل بعض. يعني بيجي معي صوره، اوقات بكون جايب لك صوره فنان، صوره بدي اسنان فلان، بدي اسنان فلان، لا ما بيمشي الحال، لانه في عنا بيز نحن عم نشتغل عليه على اسنان المريض، وخاصه انه بالكومبوزيت عم نشتغل نحن بدون برد. اوكي، يعني في بيز للاسنان نحن ما نشتغل عليه، يعني بدك تمشي على رسمه الاسنان اذا فينا نقول الموجوده، بنغير قد ما بنقدر. بتغير قد ما بتقدر. اوكي، هون عم نحكي عن هيدا الاقل كلفيه، يعني هيدا اقل شيء، هيدا تكلفته بسيطه. اوكي، وكرمال هيك دكتور علي يمكن حضرتك تنقصد بهيدا يعني الموضوع، بهيدا الموضوع، بهيدا الموضوع كتير خاصة. اليوم بفكروا انه بس نحكي هوليوود سمايل اذا فينا هي المتعارف عليها الكلمه، بفكروا انه المبلغ كتير كبير او نحن مش قادرين انه نعمل هيدا الشيء. صح، وكمان كثير عالم هلا خاصة بلبنان بتقول لك أنا ما بدي أبرد أسناني، أنا ما بدي أبرد أسناني، أنا بدي أعمل شيء ما بدي أبرد أسناني. أوكي، برد الأسنان إذا بدنا نحكي اليوم عن هيدا الموضوع، هو يعني نوعا ما مأذي للسن، ما فينا نرجع نسترجع أسناننا صح؟ يعني لما نبرد أكيد لا. أوكي. حسب الكيس نحن عم نمشي، في كيسات لازم نبرد، في كيسات بدون برد بنشتغل نحن، حتى بالكومبوزيت في كيسات اوقات مضطر نبرد شوي لناخذ شيب اللي بدنا اياه. اوكي، وبس نحكي عن الكومبوزيت الفينيرز اللي نحن عم نحكي عنهم هلا، في مده معينه بدنا نرجع نغيرهم؟ ايه هلا الكومبوزيت بعد فتره بيعمل تصبغات، يعني بتحكي بثلاث سنين اربع سنين، حتى المريض كل فتره لازم ست اشهر لسنه يجي يعمل بولشينج بالكلينيك عندنا، ننظف نرجع نعملون إعادة تلميع. أوكي، يعني هيدا البروسيدور هي سريعة وما فيها برد للسنان، بس بنفس الوقت أنا لازم تاخد معي ساعة. ساعة، واو، ساعة فوق تحت تركيب كل شيء ساعة. حلو، وبتتغير يعني هون وجه السيدة أو الرجل كليا، لأن السنان هن هي وجهة الوجه. يعني هون عم نشوف هيدا الكيس، هلا هيدي كومبوزيت أنا شغلها، هون اللي عم نحكي عنه الكومبوزيت، هيدول الكومبوزيت اللي نحن عم نحكي عنهم. حلوين كتير،
وبتنقي هون فيك تطول الاسنان قد ما بدك او حسب طلب المريض. اوقات بيطلب المريض بدي طول السنترز، بس كمان انا باخذ اوقات بيقول لي مريض انا بدي طول السنان الادمانيه، بقول له بكون ما بيلبى على وجهه انا ما بمشي معه الموضوع. هيدا مشكله لانه اليوم كثير بشوفه كثير هلا نعم. كل البنات بدي رابت سمايل رابت ايه. سمايل رابت سمايل رابت سمايل اللي هي السنان اللي بالوين السنترز طول صح، اللي هن بدهم اياهم دائما اطول شوي من غير صح. ما بتحب تعملها؟ لا بحب اعملها بس اكيد حسب الوجه. انا بمشي حسب الوجه، انا بعد المريض وببلش اشتغل اخذ الكيرف مع الشفه وبنشوف نحن بيلبق ما بيلبق، انا ببين معي بحسب الخبره لانه دائما عم ركب دائما عم ركب صار عندي خبره صح. في ناس تيجي بتقلي بلا انت ما بيلبق لك وبياخذوا اكيد طبعا برايك. هون كنا عم نحكي عن الكومبوزيت فينيرز، بدنا نحكي عن الايماكس فينيرز، شو الفرق بيناتهم اليوم؟ وهيدي تقنيه نوعا ما جديده صح. الإيماكس فينير هو كمان عبارة عن قشرة، بس هيدي نحن نضطر نبرد جزء بسيط من الأسنان. هلا هون بيختلف من دكتور لدكتور قد ايه قوية الدكتور انه يقدر يشيل شيء بسيط. يعني احنا بنشيل 0.3 ميلي تقريبا، بنشيل 0.3 ميلي، وهيدي التقنية بتنعمل باللاب مش بالكلينيك. اوكي يعني اكثر يعني معقده اكثر بكثير من لا شيء منه معقد، بس بده انه اكسبيرينس انه نعرف ناخذ المقاس اهم شيء لحتى يكون لللاب كل شيء واضح، لحتى لما يعملنا الاسنان نجي ناخذ نحن كل شيء ليميت مع الجنجيفا يكون مزبوط. اوكي في معنا فيديو عم بيقولوا لي بده نشوفه هيك ومنعلق عليه انا وياك دكتور علي، هو عم يقطع معنا على الشاشه. شو عم نشوف هون؟ هون عم نشوف اول شيء هذا دكتور احمد صديقي، هون اذا بتلاحظي عم ناخذ مقاس لحتى نبرد بس 0.3. اوكي هون حطينا الريتراكشن بيست، هون عم ناخذ، هون عملنا البروفيشنال، وهون بلشنا نركب الفينيرز. هون عملنا 6 فينيرز بس عملناهم بنفس لون الاسنان لانه بس 6 قدام، بعد ببين عندنا البريمولرز ورا. اذا بتشوفي قد ايه طبيعيات وقد ايه كثير طبيعيات، ما مبين انه مركب اصلا ابدا ابدا. هيدي الضحكه النهائيه يس ابدا ما مبين انه مركب. ايه هو كان طلبه، انا ما بدي زبط اسناني بس ما بدي بين انه مركب. بتعرف عند الشاب اصعب، يعني هلا انا عم فكر انه السيده يمكن لو كانوا بيض شوي اكثر، دائما البنت بتحط ميك اب فيها تحط حمراء يعني صح. بغطي شوي اذا عن الاسنان كثير طلعوا بيض مزبوط. بس الرجل ضحكته دائما لازم تكون طبيعيه اكثر. انا دائما بقول له للمريض خلينا نروح للطبيعه اكثر، بيجي بدي اسنان بيض بيض كثير بيض كثير، هيدي الشيء لازم نبعد عنه. نحن لازم ناخذ مثلا بال 3 هني الوان بال 3، انا دغري بروح بال 2 بال 3 القصص الاسنان يلي بقول للمريض بقول لي بدي اسنان كثير بيض، انا ببعد، انا بصير بين كثير فيك، بصير يبين عم يلمع وجهه عم يلمع. هون نحن لازم نقعد مع المريض، لازم ناخذ قرار شو ما ناخذ لون اسنان نحن والاسيستنت والمريض، وبكون معه حدا اوقات ناخذ اراء 3-4 اشخاص مش شخص واحد. في ترايل فيكم تجربوا اللون صح؟ اكيد حتى فينا نغيره كل شيء قبل ما نلزق فينا نغيره. اوكي اوكي بدنا نحكي عن اخر نوع كمان اسنان عم ينحطوا اليوم اللي هو الزيركون. زيركون يا كراونز. اوكي الزيركون هو شو غير اكيد غير الايماكس وغير الكراونز كمان حسب الكيس كل شيء. نحن بيجي لعنا المريض نعمل كونسلتيشن بنحط خطه للعلاج وعلى اساس بنشتغل. يعني الكراونز هي عباره عن مش بس قشره من برا، هي عباره عن الفول. اوكي اوكي عم نشوف كمان هذا الفيديو معنا، هيدا يلي هيدا الايماكس، هيدا يلي كنت عم هيدا هو هيدا الايماكس. هيدا الايماكس. اوكي معنا فيديو ثاني عن الزيركون صح. اوكي هلا بنشوفه كمان الفيديو الثاني تبع الزيركون لنشوف الفرق بيناتهم. هلا بيقطع معنا بس قد ايه طبيعيين الاسنان
هو الايماكس فينا هو اكثر شيء واقرب للطبيعه فينا نجيب فيه نحن. بيجي يمكن عنده لون السن الطبيعي كمان. قد ايه مهم اللون نحن بنختاره بنحدد اللون اللي بدنا اياه. نعم، قد ايه مهم الاهتمام بهيدا بالسنان هون؟ يعني في كثير ناس، في ناس بتجي لعندك بتقول لي انا ركبت ما بقى ما بدي فرش اسناني. لا اكيد لا، لانه الاسنان في عنا بكتيريا نحن بتتجمع بالتم، هي موجوده بقلب التم اصلا. بتعمل ريحه نفس، بتعمل اوكسيديشن بالتم، بتعمل هيدي البكتيريا لما بناكل نحن شوجرز بروديوس اسيد، بروديوس اسيد صح، بتسبب تسوسات حتى. فبقول لك المريض لا انا ما بدي فرش اسناني، وبعدين اصلا الجنجيفا بحاجه لتنظيف يعني، يعني بحاجه هو لعناية. عم نشوف اخر فيديو دكتور علي نحن والمشاهدين كمان هون. هيدا هو يمكن الزيركون، هيدا الزيركون. هيدا شاب اجى لعندي عنده من قدام كومبوست فينير، كان عنده تراجع باللثه كمان، عملنا له جنجيفاكتومي، زبطنا كراون لينثينج، فكينا التركيبات القديمه كمان كانت لانه كانت شوي منا مظبوطه، وركبنا له فول ماوس من فوق زيركونيا. حلو، يعني دكتور علي مرعي دايما بتهتم بجمال السيدات. كثير بحب انا، هلا انتشر لك فيديو كمان راح فايرل عن يعني متسابقات ب يعني مسابقه الجمال، المشاركات فيهم اللي عملوا ضجه وكانوا طالعين لعندك. كانوا طالعين لعندي، حدا صور من بعيد صور وما بعرف شو قصده، كان يمزح، بعدين اخذتها وسائل الاعلام بلشوا يحرفوا الموضوع. عم نشوف كمان المشاركات يلي رح يكونوا موجودين بمسابقة جمالية ويلي اهتميت انت بابتسامتهم. يعني هون عم شوف قد ايه مهمة عن جد الابتسامة عند السيدة وطبعا عند الرجل اليوم، لأنه كمان صار يهتم بحاله. أنا بدي أتشكر وجودك معنا دكتور علي مرعي، وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير لك. Thank you.